الأنواع ديال الطلاق كانت بصراحة المحاكم المغربية كانت تدير واحد الصعوبات كثيرة في وجه المرأة إلا بغات يطلب الطلاق، ولكن ماشي تتعمد، لأن كانت رؤساء المحكمة تطلب وسائل إثبات متعددة في التطليق. كانت تطليق للضرر، وكانت تطليق للغيبة، وكانت تطليق لعدم الإنفاق. الضرر هو أن الزوجة تقوم بجمع أناس يشهدون بأن هذه الزوجة تمارس عليها جميع أنواع الضغوطات أو الضرب أو الجرح، وتتقال في واحد لفيف عدلي تنسجوني تساد العدول شهوده الموضوع أسمى معقم موضوعي، يعرفون المرأة هذه معرفة تامة كافية شرعا بها، ومع يشهدون لله تعالى بأن زوجها المعروف لديهم كذلك يضربها بشتى أنواع أو يؤدي بها بشتى أنواع الإداية من ضرب وشتم وسب وما إلى ذلك، والضبط واحد الفقرة من غير ذنب جنته ماشي تدبز معه. حيث بعض الأحيان وتنقولها دائما من تكون واحد المرأة طويلة وعريضة والراجل قصير قدامها، كيفاش غنقولوا بأنها كانت يضربني؟ كدير واحد الكرسي تطلع فوق وتصبعها وعاود تهبط، ما تقبلها شيء حتى العقل ولا النقل، خاصة تكون منطقيا مقبولة يقبلها العقل والنقل. تنجيو للموجب الثاني، أن الزوج قد غاب عن زوجته غيبة اتصال منقطع بحيث لا يعلم له خبر ولا يوقف له على أثر. فالقاضي من تيشوف هذا اللافيف بأن السيد غاب تيدير واحد مسألة كانوا تيمروا من الإذاعة وجريدة معروفة مقروءة والمسموعة ولدى الأوساط المغربية من كل شيء تقراها، وتترجع وتطلب واحد مدة طويلة جدا، تتصل بعض الأحيان إلى 5 أو 6 سنوات حتى تحصل المرأة على الطلاق ديالها. كاين واحد الطلاق واحد آخر ديال عدم الإنفاق، بأن الزوج لا ينفق على زوجته من بعيد ولا من قريب ولا يعلم أنه أرسل لها مع أحد فوصلها أو ترك لها ما تعول به أبناءها ونفسها. إذن هنا السيد القادم اللي كيشوف عدم الإنفاق تعطي واحد المهلة معينة بطبعة الحال باش داك الزوج ينفق على الزوجة دي، وإلا فالمحكمة تطلقها. الآن مع المدونة الجديدة درج واحد نوع تطليق واحد آخر تعطي الحق الراجل وتعطي الحق المرأة، ولكن وقعت فيه واحد النوع من الفوضى، لأن الناس ما تعرفوش كيفية تحصين تلك الأسر وكيفية الحفاظ على أسرهم، لأن بواحد مسائل بسيطة جدا تدفع إما الزوجة أو الزوج إلى رفع دعوة تطليق الشقاق إلى المحكمة. المحكمة وهي تنظر في دعوة تطليق الشقاق في غالب الأحيان ومع كل الأسف باش نقولها ماشي هذا من تقصير السادة القضاة، لا، لأن هذه المادة 94 تتعطي للزوج ولا الزوجة رفع الأمر دياله وبلا ما تترجع لك الوسائل الإثبات اللي كانت عندنا قبل. المرة تتمشي عند السيد القاضي المكلف تترفع الأمر دياله وتدير في المقال بأن الزوج مثلا فيه تشخر مثلا، أو الزوج في واحد المرض مزمن، أو الزوج تيعيرني تيضربني تيدير، صافي وسائل إثبات دائما ملي كتعطي للمرأة داك الحق أنها ترفع الأمر ديالها لتطليق الشقاق المحكمة خصها تستجب ليها إذا ما تبين لها بأنها مصرة على هذا التطليق. وكذلك الرجل شنو تيوقع إلا ترفعت الدعوة، كانت قبل بعد في 2004 مني بدأت المدونة، إلا ترفعت الدعوة سواء من طرف الزوجي أو من طرف الزوجاتي تتحدد المحكمة هذيك المتعة مع واجبات واحدة أخرى اللي هي ديال النفقة ديال ديك الشهور ديال العدة ديالها، وتتعطي لها إذا كان الضرر صادر عليها أو ممارس عليها من طرف الزوج كتعطيها التعويض عن الضرر، كان الضرر صادر على من طرف الزوجة كينقص له من ذوك الواجبات أن تزوجيه اللي دفعته أنه يطلق.